بدأ الطلاب السوريون والأجانب الدخول إلى امتحان التيريوس التجريبي، وهو امتحان يؤهل للدخول إلى الجامعات التركية. لنتابع التفاصيل. بالنسبة لهي السنة رح تكون مختلفة عن السنوات السابقة بالنسبة للطلاب السوريين، بسبب اعتماد وزارة التعليم العالي لامتحان تيريوس كامتحان رسمي فقط من أجل قبول الطلاب السوريين في الجامعات التركية، على عكس السنوات السابقة اللي كان كل جامعة إلى امتحان يوس خاص فيها. ونحن بدورنا كفريق أكسبت الخدمات التعليمية قمنا بتنظيم امتحان يوس تجريبي مجاني باستهدف الولايات غازي عنتاب والولايات المحيطة فيها. الهدف من هذا الامتحان تدريب الطلاب وتأهيلهم على أجواء الامتحان، على سيستم الامتحان وعلى طبيعة الأسئلة. طبعا نحن حتى سيستم التصحيح الأسئلة رح يكون نفس السيستم المعتمد لامتحان الأوسيمة. طبعا نحن بشكل عام نقدم خدمات مشابهة من أجل الطلاب السوريين اللي رح يروحوا على الجامعات الحكومية. طلبت منا مجموعة أكسبت إجراء تجربة على الامتحان، وبطبيعة الحال فإنهم مسؤولون عن التنظيم بشكل كامل. نحن قدمنا البناء، فقاعات الجامعة هنا مصممة ومناسبة للامتحان. عندما يتقدم الطالب للفحص التجريبي فهو يذهب للامتحان الحقيقي براحة أكبر، وهو يشعر اليوم وكأنه في بيئة الامتحان. نتمنى النجاح للجميع. أول مرة أنا بدخل امتحان تجريبي، تفرجت على نمط الأسئلة، بيجوا صعبين ولا سهلين. كانوا الأسئلة متوسطين، يعني بنحسن نعملهم إن شاء الله. كان الامتحان منيح، يعني ميسر. أكيد هون مفيد السوريين كتير، يعني لأنه هذا الامتحان إذا تكرر أكثر من مرة بالسنة فالطلاب رح يتعودوا أكثر ويتعلموا على أجواء الامتحان ويعرفوا الأسئلة إذا كانت سهلة ولا صعبة، ويتعلموا على نمط الأسئلة. يعني أنا جيت النهاردة بصراحة، يعني أنا مش مكمل كل المواضيع، فمش جاي أحل، يعني أنا جاي أتعود على حالة الاختبار أو على جو الاختبار بشكل عام، عشان ده بالنسبة لي أفضل تهيئة أو أفضل شكل للتهيئة لامتحان التيريوس. وإن كنت لم أبدي حسنا يعني في الامتحان، يعني ما حليتش بأفضل شكل ممكن، لكن يعني ده بالنسبة لي تجربة فادتني أكيد في موضوع الجو، إن أنا في الآخر في التيريوس في الامتحان الأساسي أنا مهما كنت مش هتوتر زي أول مرة،